السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكون بألف خير. طبعا يا شباب، مقطعنا اليوم شرح تحديات الأسبوع الثامن، بس قبل نبلش بالمقطع أتمنى من كل شخص يشوف المقطع هذا ومش مشترك أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس، وربي يسعدكم. طبعا يا شباب نبلش، أول شيء وصلتني صورة مصربة زي ما بتعرفوا، ونبلش. أول تحدي إنك تستخدم 10 فخوخ، تستخدم الفخ لتراب، تمام؟ مطلوب منك تستخدم 10، طبعا مش شرط بنفس القيم عادي. طبعا قدامكم حطيت فخين عادي، يعني لو كل جيم حطيت فخين عادي، المهم انك تسوي 10 وتخلص 10 فخوخ، تمام؟ ومش شرط بنفس الجيم، بعيد كلام، مش شرط بنفس الجيم. والتحدي الثاني انك تفتح 7 صناديق بولينج وود، 7 صناديق بولينج وود، هذه بولينج وود لازم تفتح فيها 7 صناديق. طبعا يوم الخميس راح انزل مقطع ثاني واوريكم اماكن الصناديق البولينج وود، تمام؟ والتحدي الثالث انك تفنش 4 باسلحة الشاتجن، هذه أسلحة الشاتجن الموجودة باللعبة لازم تفنش 4، يعني بطحهم بأي سلاح وفنشهم بالشاتجن ينفع. والتحدي الرابع إنك تدمج 250 دمج بالفاس، تمام؟ دمج خصمك بالفاس وتجمع 250 دمج، أسهل تحدي. والتحدي الخامس إنك تستخدم الرفت ب10 أماكن مختلفة، يعني الرفت الواحدة ما تستخدمها إلا مرة واحدة، تمام؟ يعني هذه الرفت قدامكم شباب لما تستخدمها وتطير فوق وتنزل على نفس المكان راح تكون موجودة، بس مش لازم تستخدمها الا مرة واحدة، لانه لو استخدمتها مرة ثانية ما راح تنحسب الا مرة، تمام؟ فبريحكم يعني ما راح تنحسب الرفت الا مرة واحدة، فلازم تروح على اماكن ثانية وتستخدم الرفت فيها عشان تخلص التحدي وتستخدم 10 رفت. والتحدي السادس انك تبحث عن النجمة بين 3 كراسي الموجودة باللعبة. طبعا النجمة راح تكون على الدبل والكراسي موجودات بالمدن هذول اللي قدامكم الثلاث، تمام؟ فبوريكم هسه الكراسي الموجودات وبوريكم مكان النجمة. طبعا شباب النجمة راح تكون على الدبل، وبتعرف الدبل كبير هذا مش صغير، بس المكان المتوقع للنجمة مكان ما انا راح اضرب بالفاس راح تكون نجمة على هذه البقعة يا شباب او هذه العلامة اللي ما عليها عشب، تمام؟ واذا ما كانت هون راح تكون عند الشجرة، عند الشجرة او هون عند العرباي، المهم راح تكون على الدبل من فوق، بس على الاغلب راح تكون مكان ما وريتكم عند الارضية اللي ما عليها عشب. طيب شباب، اول كرسي موجود بالمدينة هذه اللي قدامكم هذا هو الكرسي الاول، هذا هو اول كرسي، تمام؟ والكرسي الثاني موجود بفلاش فاكتوري، فبوريكم يا بالسنايبر. هذا هو ثاني كرسي شباب اللي عنده صندوق فوق، تمام؟ هو المرحاض اللي فوق صندوق. ثالث كرسي بالمدينة الصغيرة، أول كرسي هون والفلاش فاكتوري، والثالث بالمدينة الصغيرة. هذا هو الكرسي الثالث يا شباب، وهيك يا شباب الجبل بيكون جاي بين 3 كراسي، والتحدي بقول لك انك ابحث عن نجمة بين 3 كراسي، يعني النجمة اكيد راح تكون على هذا الجبل. والتحدي السابع والاخير مطلوب منك انك تذبح اشخاص بمراحل، زي ما بتعرف انه الاسبوع الفات او الاسبوع الماضي كان مطلوب منا ان نفتح صناديق بمراحل، لكن هذا الاسبوع مطلوب منا نذبح اشخاص بمراحل، تمام؟ فاول مرحلة مطلوبة منا او ستيج 1 ان نذبح اول شخص بجريسي جروف، تمام؟ مطلوب منك انك تذبحه وتكمل جيمك، ولما تخلص جيمك وتطلع منه مثلا تروح على التحديات بكون مكتوب عندك ستيج 2 يعني المرحلة الثانية، وبعطوك المكان الثاني. المكان الثاني راح يكون يا شباب اللي هو لوني ليدج، تمام؟ المكان الثاني راح يكون لوني ليدج، هذه الغابة اللي تحت، هذا هو المكان الثاني او الستيج 2 المرحلة الثانية، تمام؟ ولما تخلص جيمك وتذبح مثلا شخص هون وتخلص الجيم تكمله مثلا او تموت تطلع من الجيم وتروح على تشالنج راح يكون مكتوب عندك ستيج 3 المرحلة الثالثة يعني، وبعطوك المكان الثالث هو فاتل فيلد، اللي هو فاتل فيلد تذبح الشخص الثالث. لازم بكل جيم تذبح شخص، يعني في ناس ممكن يفكروا انه ينزلوا على الجيم ويروحوا على 3 اماكن ويذبحوا 3 اشخاص بنفس الجيم، غلط. لازم بكل جيم تذبح شخص وتكمل جيمك وتطلع وترد تفوت الجيم الثاني وتذبح الشخص الثاني، تطلع كمان تروح على الجيم الثالث وتذبح الشخص الثالث، يعني بكل جيم شخص، تمام؟ يعني بجريسي وبلونلي وفاتل فيد، هذه هي الاماكن. طبعا شباب بتكون شرحت كل التحديات، اذا في تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات، واذا يا شباب يوم الخميس شفتوا هذا المقطع يوم الخميس وكان في تحديات متغيره فشيكوا على الوصف، لاني راح يوم الخميس راح انزل مقطع ثاني واكون حاط رابط المقطع الثاني داخل هذا المقطع بالوصف، فشيكوا على الوصف اذا كنتوا تشوفوا هذا المقطع راح تلقوا الرابط المقطع الجديد اللي راح انزله يوم الخميس. وبس شباب هسه راح اترككم مع مقطع سكواد، ويلا مشاهده ممتعه.